أبو القاسم الزهراوي هو خلف بن عباس، العالم الطبيب، أشهر من ألف في الجراحة عند العرب، وأول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف. ولد رحمه الله بمدينة الزهراء بالأندلس. من مصنفاته: التصريف لمن عجز عن التأليف في الطب والجراحة، والمقالة في عمل اليد. جمع فيه أسماء العقاقير باليونانية والسريانية والفارسيه والعجميه وتفسير الاكيال والاوزان وتفسير الاسماء الجاريه في كتب الطب توفي رحمه الله سنه سبع وعشرين واربعمائه من الهجره